هي فترة صعبة خلاص، احنا دخلنا في اخر مباراة في التصفيات. انت عارف ان في شهر 9 كان عندنا مباراة تانية مع تشاد ودي اتلغت، فاحنا بالتالي المباراة بالنسبة لتنزانيا ليها حسابات اخرى غير الموضوع التأهل. انت بتبص على التصنيف بتاعك، القرعة بتاعتك 24/6، وبعدين حصل تأجيل للتصنيف بدل ما يبقى اول كل شهر فأجلوه الفيفا المرة دي، ودي برضو يعني اشوف انها غريبة شوية، بتؤجل التصنيف ليوم 8/9 6 بعد الاسبوع بتاع افريقيا. وانا بقول ما تصفيات افريقيا دي واضحه من اول يوم، يعني واضحه من اول يوم من اول السنه، فالتاجيل ده بالنسبه لي ارهقنا جامد جدا بالنسبه كمان هو مش في صالحنا. طبعا احنا عملنا مجهود من ديسمبر، لعبت مباراه في يناير، لعبت في فبراير عشان تقدر تجمع نقط على قد ما تقدر، فبالتالي وضعك انت النهارده بقى صعب. حتى لما تيجي تلعب مباراه وديه لازم يكون تفكيرك على حسب التصنيف اللي تلعب قدامه، ما لا يقل عن عدد، لا يقل عن تصنيف 50، ده عشان يقدر يفيدك. فبالتالي هي حسبه صعبه، لكن الحمد لله ربنا سهل. ان شاء الله نكون في مباراه يوم 30، هنسافر 31 على دار السلام، نلعب مباراتنا مع تنزانيا يوم 4 والعوده 5، وتبدي باخر مباراه في التصفيات، وربنا وفقنا في المباراتين مع بعض. يمكن الناس شايفاها برضو ان هي مباراه تنزانيا خلصت اتاهلت، لا احنا ليها حسابات اخرى مع المباراة الودية. يعني هو كان طلب ان هو عايز يسافر يحضر اخر الاسبوع كده في الدوري الانجليزي، يشوف بعض اللعيبة، يشوف مع يقعد مع الجماعة اللعيبة اللي هناك، يشوف بس تفاصيل اكتر عن الولد وسام، هل هو وضعه، هل هو من الناحية الفنية، من الناحية الادارية شوية وضعه كجنسيته، دي امور كلها انا كنت اتكلمت معاه فيها اساس برضو يسأل عليها بالظبط، ان دي كلها هتفيد اوراقه وموقفه من التجنيد. لو في كل دي امور لازم عندنا تفاصيل، هو ان شاء الله لو مقتنع بمنحة الفنية بالتالي احنا في شغل لازم نشتغل عليه يعني. لكن الى الان لسه ما فيش حاجة نقدر نقول ان هو ده قرار نهائي معاه، لكن لما يرجع ان شاء الله يوم 11 هنكون في قاعدة معاه ان شاء الله. طبعا الدوري عام انت عندك لغاية اخر بس شهر مايو لغاية المعسكر بتاع المنتخب، يمكن برضو الكلام ده مع كابتن عامر شغال عليه، انا بتابع معاه برضو في الجزئية بتاعت التوقفات بالنسبة لينا، لكن هو المفروض هيعلن يعني يمكن بعد الـ قبل اخر توقف بتاع شهر 5، وهيضم معاه برضو الكاس مصر. يعني انا اعتقد هتبقى في شهر 7 كده، في يعني في اتمنى يكون في نص 7 ما يزيدش عن كده يعني. لا هي 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 صعبه، هي صعبه انك تاخد قرار بالنزول تاني، لكن هي فتره الواحد اتعلم فيها كتير جدا، الواحد استفاد فيها كتير جدا. ويمكن انا مختلف مع بعض الناس اللي يقول لك انا الفتره دي اتضريت او اي حد مسؤول، لا كلنا استفدنا. انا مش قصدي لا سمح الله في اي استفاده غير شرعيه، لكن كله استفاد. انا استفدت من 4 سنين بتتكلم في خبره في المسابقات، انا الحمد لله بروح بقى له فتره بعرف داخل حال الكوره في اداره المسابقات، لكن الوضع اختلف، لكن استفدنا اتعلمنا وفدنا. يعني اعتقد الواحد على قد ما يقدر يفيد، على قد ما يقدر يرضي الجماعه العمال اللي انتخبته. وهم بقى يعني الفتره الجايه فتره صعبه، لازم الاختيار يكون يعني صح جدا، ما فيش اي مجاملات اي عواطف فيه. لا كابتن هاني طبعا كل يعني الكبير بتاعنا في 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 في, في المجال ده، لكن انا شايف ان قراري خلاص يعني، انا اكتر من 90% لا مش هخوض الانتخابات، وربنا يوفقه ان شاء الله لما يخش بالمجموعه اللي معاه، ربنا يوفقه في اختياراته.